اهلا وسهلا بكم، معكم الشيف احمد من قناة الشيف سعودي وايزي ميت فودز. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة سهلة للمبتدئين، وهي وصفة الرز. مش هيتعجن معاك تاني ابدا، تعرف تعمله بطريقة سهلة. يلا بينا نروح نعمل مع بعض الوصفة. طبعا اول الخطوات واهم الخطوات هي المقادير بتاعتنا لازم تكون موجودة ومتحضرة وجاهزة. طبعا احنا محتاجين رز، ومحتاجين سمنة وزيت، ومحتاجين شعرية، ومحتاجين مية. السمنة والزيت في بديل عنها، ممكن تستغني عن السمنة بان انت تضيف زيت، بس السمنة بتديله طعم طبعا تحفة. محتاجين اهم خطوة هي المية. المية بتاعتنا لازم تكون ساقعة. انا بستخدم لكل كوباية رز مصري كوباية مية، ممكن نضيف عليها معلقة مية زيادة. المية لازم تكون ساقعة زي ما قلنا. واخر حاجة معانا هي الملح. طبعا انا برضو بستخدم معلقة ملح لكل كوباية رز عشان يطلع معانا الرز بتاعنا طعم كويس جدا. اول خطوة طبعا على نار متوسطة في حلة هنضيف السمنة والزيت بتاعتنا الخليط، وهنسيبها لما تبتدي تسخن شوية بشوية، وبعد كده هنبتدي نضيف لها الشعرية بتاعتنا، وهنبتدي نقلبها ونخلي بالنا منها لغاية ما نحصل على اللون الذهبي. لازم الشعرية بتاعتنا تتحمر تبقى لونها ذهبي. أهم حاجة إن احنا نخلي بالنا منها، لأن هي ممكن بسرعة جدا تتحرق مننا. زي ما حضراتكم شايفين الشعرية بتاعتنا ابتدى يتحول لونها للون ذهبي، وده اللون اللي احنا محتاجينه. هنفضل نقلب فيها لغاية ما تبقى كلها ذهبي زي ما انتم شايفين كده بالظبط، وهنبتدي ننزل عليها بالرز بتاعنا. الرز هيكون انا سبق غسلته وسبته يتصفى كويس، وهنزل عليه دلوقتي بالرز بتاعنا. هقلب الرز والشعرية بتاعنا مع بعض لغاية ما الرز والشعرية دخلته كويس جدا مع بعض، وهبتدي انزل عليهم بالمية بتاعتنا. انا بستخدم لكل كوباية رز مصري كوباية مية، وطبعا زي ما قلنا هنضيف عليهم معلقة مية زيادة في النهاية، او ان الرز بتاعي يكون متغطي بعقلة صباع زيادة على وشه بالمية. بعد كده اسيبه دقيقة على النار وهغطيه لغاية ما يبتدي يغلي معايا زي ما انتم شايفين، وبعد كده هنقله على اقل درجة على اقل عين لمدة نص ساعة، وبكده تكون الوصفة بتاعتي انتهت. أتمنى أن تجربوها، وياريت لايك وشير للفيديو وشاركونا بتعليقاتكم. أشوفكم في فيديو جديد، وبالهنا والشفا.